النادي الاهلي عمره ما هيقف على لاعب ولا، لكن النادي الاهلي عمل هاني رمزي، والنادي الاهلي عمل اسم كابتن محمود الخطيب. فاعتقد ده يمكن تاكيدا سام ان وليد سليمان زي ما بنتكلم في حته تانية كمان. يعني وليد سليمان على مستوى زي ما انت قلتي ضحى بشكل كبير عشان النادي الاهلي. هو حتى قال لسه قايل هو يتمنى طبعا ان يعتزل، وموجود في الكيان وموجود في النادي الاهلي. فتحيه طبعا لوليد سليمان، مش وليد سليمان بس، تحيه لكل من يقدر كيان النادي الاهلي. ده حقيقي. وليد سليمان تجربته لازم كلنا نتوقف عندها. وليد سليمان الحاوي.